الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعليه نتوكل، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله النهاردة يا جماعة هنتكلم على آخر جزء في الحس الكهرومغناطيسي. هنخلص الفصل الثالث كله إن شاء الله النهاردة. هنتكلم على إيه؟ هنتكلم بمشيئة الرحمن النهاردة عن المحول الكهربي، وعن بعد كده المحرك اللي هو الموتور. نبدأ إن شاء الله بالمحول. لازم يا جماعة نفهم الأساس وإيه الغرض من كل جهاز إحنا بندرسه. زي ما عرفنا إن الغرض من الموتور أو الغرض الأول من الدينامو اللي إحنا خدناه، إن إحنا كان عندنا حاجة إن إحنا عايزين نحول الطاقة الحركية لطاقة كهربية، فاستخدمنا موتور. فكان الحاجة لكده. طب إحنا إيه الحاجة من المحول؟ إحنا عايزين منه إيه؟ إحنا ليه عملناه؟ دي الفكرة. طب ما تيجوا يلا بينا كده لما نتكلم مع بعض بطريقة بسيطة شوية. ايه رأي حضراتكم؟ الجهد اللي داخل للبيت 220 فولت. كلام جميل، وعلى فكرة الجهد ده ثابت. طب ما تيجوا يلا بينا لما نتكلم على وليكن جهاز موجود عندنا في البيت زي الراديو. الراديو فرضا ان انا كنت عايز اشغله ب 12 فولت بس. ايه رأي حضراتكم لو دخلت الجهد ده كله على الراديو مباشرة هيعمل فيه ايه؟ اكيد هيحرقه، لانه انا مديله جهد اكتر من اللي هو بيتحمله. طب لو في جهاز كهربي عندنا عايز 240 فولت عشان يشتغل، وانا مديله 220، هل هيشتغل؟ لا طبعا، ولا هينطق. يعني من الاخر كده انا لازم افكر ان انا اخترع جهاز، لازم افكر ان انا ابتكر جهاز يخفض لي الجهد او يرفع لي الجهد. ومن هنا جه التفكير ان احنا عايزين نعمل محول كهربي. طيب ايه الاساس العلمي بتاعه وايه هو تركيبه؟ يبقى هناخد ايه في المحول؟ هناخد اول حاجه الاساس العلمي، هنعرف ايه التركيب وايه هو شرح عمله، العلاقات الرياضيه بتاعته، والاسئله النظريه. نبقى كده قفلنا ان شاء الله المحول. تمام. طب نتكلم على اول نقطه، الاساس العلمي. انا مش هقول لكم ايه هو الاساس العلمي الا لما اوضح بشكل مبسط التركيب بتاعه، عشان انا كنت بقول لكم الراديو ده احنا عايزين نشغله بجهد قدره 12، وانا كنت مدخل جهد قدره 220، قلت لكم هيتحرق. طيب ما تيجي اما نعرض المشكله بالراحه تاني. ادي الراديو اهو مثلا اللي انا عايز اشغله بجهد قدره 12 فولت. كلام جميل، كلام جميل. طيب على فكره الراديو ده بيشتغل بفيشه، مش كده ولا ايه؟ ايه الفيشه اهي اللي انا عايز احطها في الكهرباء؟ دي الفيشه اهي، وادي الطرفين بتوعها، فانا عايز احطها في الكهرباء. الكهرباء اللي هو المصدر اللي هو الاصلي اللي داخل البيت جهده 220 فولت. مباشرة لو حطيت الفيشة وهي متصلة بالراديو هتبوظه، هتحرقه. فلازم يبقى في حاجة تبقى حلقة وصل ما بين المصدر الكهربي المتردد وما بين الراديو علشان يخفض لي الجهد. أنا قلت لكم على الحاجة دي اسمها إيه؟ اسمها المحول الكهربي. نتيجة يلا بينا لما نعمل حلقة الوصل كده ما بينهم. أهو المحول الكهربي بكل بساطة هو عبارة عن قلب من الحديد المطاوع بالمنظر ده. نبص يلا كده مع بعض وانا برسم اهو. قلب من الحديد المطاوع على شكل مربع مثلا. بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. ده بقى هيبقى حلقة وصل ما بين ايه وايه؟ ما بين الجهاز المراد تشغيله وبين المصدر الكهربي اللي انا بستخدمه. كلام جميل. طيب طرف الفيشة على طول بيتصل على فكرة بالمحول. ازاي؟ بالمنظر اللي انا رسمه ده. اهو هيبدأ بقى الطرف ده يتلف حوالين قلب الحديد من الجنب ده كده. دي الفيشة يا جماعة اللي احنا بنحطها في الكهرباء. طب والناحية التانية؟ الناحية التانية برضو الراديو
متصل بملف آخر بالشكل ده كده بالمنظر ده. اهو بصوا يا جماعة كده معايا بالمنظر احنا رسمناه دوت. فاحنا عملنا المحول اللي هو المكون اللي موجود عندنا ده عبارة عن قلب حديدي وقدامنا ملفين. حلو، ملف متصل بالمصدر المتردد والملف الاخر متصل بالجهاز المراد تشغيله اللي هو الراديو. طب يا جماعة احنا دلوقتي عايزين نعمل ايه؟ احنا عايزين نخفض الجهد. طيب يلا بينا كده نقول الفكرة. اول ما احط الفيشة في الكهرباء في المصدر المتردد بيمر في الملف ده اهو تيار، هنسميه بالملف الابتدائي. والله ما ده بيفكركم بالحث المتبادل، ما ده حث متبادل من الملفين على فكرة. يمر في الملف الابتدائي تيار متردد هينشأ عنه مجال، المجال هينتقل عبر القلب الحديدي بالشكل ده ويروح يقطع لفات الملف الثانوي السكندري، وعلى طول يتولد في الملف الثانوي قوة دفعة كهربية. وانتوا بقى أدرى بقانون فاراداي، فاكرين قانون فاراداي كان بيقول لنا ايه العلاقة ما بين الاي ام اف المستحسة المتولدة وعدد اللفات؟ طبعا كانت علاقة طردية. فلو كان عدد لفات الملف الثانوي، وركزوا معايا، اكبر من عدد لفات الملف الابتدائي، يبقى الفئد لما يروح يقطع لفات الملف الثانوي يولد في الملف الثانوي قوة دفعة كهربائية مستحسة كبيرة. ده الكلام ده لو كان ايه؟ ده الكلام ده لو كان عدد لفات الملف الثانوي اكبر من عدد لفات الملف الابتدائي. طب لو قلت لحضراتكم انا عايز اخفض الجهد الناتج من الملف الثانوي، يعني عايز احصل على جهد صغير، عادي خالص، قوم نخلي ال ان اس اقل من ال ان بي. من ال ان ده عدد اللفات صح؟ اقلل عدد لفات الملف الثانوي بالنسبه لعدد لفات الملف الابتدائي، قوم الفضل لما يروح للملف الثانوي يقطع لفاته هيقطع عدد لفات قليل، فالقوه الدفعه الكهربائيه تبقى صغيره. عرفتوا بقى ازاي انا خفضت الجهد؟ ازاي عملت اللي انا عايز اللي كان مطلوب مننا؟ عشان احنا عايزين نخفض الجهد هنستخدم محول ونخلي عدد لفات الملف الثانوي اقل من عدد لفات الملف الابتدائي، فبالتالي القوه الدفعه الكهربائيه اللي تتولد في الثانوي تبقى اقل من القوه الدفعه الكهربائيه التي تتولد في الملف الابتدائي، وساعتها بنقول ان المحول ده خافض للجهد. طب ازاي ارفع الجهد؟ عارفين اعمل ايه؟ اخلي ال ان اس اكبر من ال ان بي، ولو كان ال ان اس اكبر من ال ان بي الفيض اللي جاي من الابتدائي هيروح يقطع عدد كبير من اللفات في الملف الثانوي، وعلى طول يولد في الملف الثانوي بنطرف فيه قوة دفعة كهربائية مستحسة كبيرة. فهمنا ايه المطلوب من الجهاز؟ ممكن ارفع بيه الجهد او اخفض بيه الجهد. دي وظيفة الايه؟ وظيفة المحول. يبقى لما نيجي نقول ايه هو الاساس العلمي؟ رقم واحد الحث المتبادل من ملفين، ده الاساس العلمي. طيب لما اجي اقول لكم رقم اتنين انا عايز اعرف برضو ايه هو الاستخدام، ايه الغرض منه؟ احنا عايزينه ليه اصلا؟ عايزينه عشان ارفع او اخفض الجهد المتردد. وخدوا بالكم لازم يبقى الجهد المتردد، وحطوا تحت الكلمه ديت كده 20 خط هنجاوب على السؤال ده. ليه لازم الجهد المتردد وما ينفعش ارفع او اخفض الجهد المستمر؟ هنقول حالا الكلام ده. بس احنا كده عرفنا الاساس العلمي، عرفنا الاستخدام، رفع او خفض الجهد المتردد، وعلى فكره الاستخدام كمان ممكن نستخدمه في خطوط نقل الطاقة الكهربية، وهنعرف ازاي دلوقتي حالا. طيب كلام جميل جدا، ما تيجي يلا نتكلم على التركيب. الشكل اللي انا رسمته من شوية ده باين منه ان تركيب المحول ثلاث اجزاء، ملف ابتدائي متصل طرفاه بالمصدر المتردد، حط 20 خط تحت كلمة المصدر المتردد، ملف ثانوي متصل طرفاه بالجهاز المراد تشغيله، والملفين ملفوفين حول قلب من الحديد المطاوع. طيب كلام جميل جدا، طبعا هو مقسم لشرايح. ليه تفتكروا؟ القلب ده على فكرة مقسم لشرايح عشان نحد من تأثير التيارات الدوامية. طبعا مش احنا اخدنا في التيارات الدوامية ان لو في قلب حديدي اتعرض لمجال متغير كالمجال اللي نشأ على مصدر متردد مثلا، وما على طول بيتولد فيه بالتيارات الدوامية حرارة، ده ممكن تصهره. طب ده لو حصل فيه كده، القلب ده لو انصهر ما تلاقي الاسلاك بتلمس بعضها وتلاقي الجهاز ده بالسلامه يا جماعه فرقع. اللي انا عايز اقول لكم عليه ان لازم القلب ده مقسم لشرايح بين كل شريحه والتانيه طبعا ماده عازله علشان تزود من المقاومه زي ما اتفقنا قبل كده في الطيارات الدوامية، فشده التيار المستحث اللي فيه تقل فالطاقه الحراريه تقل.
حلو جدا. يلا يبقى لما نيجي نتكلم ونقول ايه هو ايه هو رمزه في الدائره الكهربيه، يلا بينا كده لما نشوف. اهو ده رمزه في الدائره الكهربيه، عباره عن ملفين، ملف ابتدائي، ده ملف ابتدائي، ده ملف ثانوي، ما بينهم شرايح معزوله اللي هو القلب الحديدي. ايه الوظيفه؟ اهو بصوا معايا، اعطاء اي ام اف كبيره من اي ام اف صغيره. عارفين ساعتها المحول ده بيقول عليه محول ايه؟ رافع للجهد. او اعطاء اي ام اف صغيره من اي ام اف كبيره، بيسموا المحول ده محول خافض للجهد. وطبعا النقطه الثالثه لازم ناخد بالنا منها، يستخدم في نقل الطاقه والقدره الكهربيه من اماكن الانتاج والتوليد لاماكن التوزيع والاستهلاك. طبعا زي ما احنا اتفقنا قبل كده ان بنقل الطاقه الكهربيه باستخدام المحول، والجزئيه دي بالتفصيل هنقولها حالا. يبقى احنا اتفقنا ان ممكن يبقى عندي نوعين من المحول، محول رافع للجهد ومحول خافض للجهد، على حسب عدد لفات الملف الثانوي بالنسبه لعدد لفات الملف الابتدائي. واخدنا الاساس العلمي ان هو مبني على الحث المتبادل بين ملفين. طيب زي ما احنا شايفين تركيب المحول قدامنا، ادي الملف الابتدائي يتصل طرفاه بالمصدر المتردد، ادي الملف الثانوي، هو ده الملف الثانوي يتصل طرفاه بالجهاز المراد تشغيله اللي هي الار لود، المقاومه الخارجيه. طيب اهو ده اللي احنا قلناه حالا. يبقى نقرا كده مع بعض المكونات. الملف الابتدائي ويتصل طرفاه بمصدر للتيار المتردد، ولفاته طبعا بتكون معزوله وملفوفه حول احد اجزاء القلب الحديدي. طيب وزي ما قلت لكم عدد لفات ال ان اس او ال ان بي بيبقى على حسب نوع المحول. لو كان المحول رافع للجهد يبقى عدد لفات الثانوي اكبر من الابتدائي، اذا كان المحول انا عايزه خافض للجهد هيبقى عدد لفات الملف الابتدائي اكبر هي من الثانوي لو عايز اعمل محول خافض يعني. طيب طبعا القوة الدفع الكهربية كنا بنسميها قبل كده اي ام اف، هنا هنسميها في. هتفرق؟ ما هو فرق الجهد وخلاص. فلو قلت لكم الفي بي ده الجهد اللي داخل الابتدائي، الفي اس ده الجهد اللي ناتج من الملف الثانوي. يلا نقطة أو الرقم ب، القلب الحديدي، وهو طبعا قلب من الحديد المطوع السيليكوني مقسم لشرايح معزولة عن بعضها عشان نتغلب على التيارات الدوامية، وعشان الملفين كمان ما يتحرقوش فالجهاز يبوظ. كلام جميل جدا. وكمان الملف الثانوي زي ما احنا اتفقنا اهوت، زي ما احنا بنقرا كده مع بعض اهوت، يلا هو ملف يتصل طرفاه بالجهاز المراد تشغيله، ممكن يبقى تلفزيون، ممكن يبقى مصباح، ممكن يبقى جرس، ممكن يبقى راديو الى اخره. طيب كلام جميل. الاساس العلمي مبني على الحث المتبادل بين الملفين. انا عايز اقول لكم على حاجه، السؤال ده منتشر جدا 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 جدا. اذكر الاساس العلمي لكل من المحول الكهربي، فدي حاجه من الحاجات المهمه. طيب يقول لنا علل، لا يمكن للمحول ان يعمل او يتعامل مع المصدر التيار المستمر، ولا بد من وجود مصدر متردد متصل بملفه الابتدائي. تفتكروا الحته اللي قلتها لكم من شويه لما قلت لكم حط تحتها كده 20 خط؟ لازم المحول يشتغل بالمصدر المتردد ولا يصلح المصدر المستمر. عارفين ليه؟ يلا بينا كده ما نشرح بالراحه. هو الاساس العلمي بتاعنا ايه؟ مش حاسس متبادل برضو؟ يعني انا عايز الملف ده اللي هو الملف الثانوي دايما دايما يبقى فيه قوه دفع كهربيه، صح؟ يعني انا عايز القوه دفع كهربيه المستحسنه المتردده في الملف الثانوي تبقى دايما. فرضا فرضا انا حطيت في الملف الابتدائي مثلا مصدر مستمر زي ده كده، يعني فرضا ان حطيت مصدر مستمر بالمنظر ده، ردوا عليا قولوا لي هو لما يمر في الملف الابتدائي تيار هل هيوصل للنهايه العظمى فجاه ولا هينمو تدريجيا؟ هينمو تدريجيا. ام الفيض بتاعه هيتغير اثناء نموه زي ما اتفقنا في الحس الذاتي والمتبادل لما شرحناه قبل كده، قلنا المصدر المستمر ينمو الفيض بتاعه تدريجيا اثناء نمو التيار، هينمو الفيض اثناء تناقص التيار هيتناقص الفيض. يبقى امتى الفيض بتاعه يتغير؟ يتغير فيضه عند نمو التيار او تناقص التيار. طب لو الطيار وصل للنهايه العظمى هيثبت الفيض، طب لو الطيار وصل للصفر هينعدم الفيض. يبقى متى يوجد فيض متغير في الملف الابتدائي؟ اثناء نمو التيار او تناقصه، مش كده؟ طب يلا بينا. اول ما توصل الملف الابتدائي بمصدر للتيار المستمر، فرضا ان هو كان تيار مستمر، اول ما توصله بمصدر للتيار المستمر مش طار هينمو تدريجيا؟ طبعا هينمو تدريجيا. طب الفيض هيتغير، الفيض المتغير ده اللي هو الدلتا فاي ام على الدلتا تي
هينتقل عبر القلب الحديدي الفيض متغير بمرور الزمن ويقطع لفات الملف الثانوي، فيولد في الملف الثانوي ساعتها قوة دفعة كهربية مستحسة. اتفقنا مش هنسميها ام اف، هنسميها في اس، انه قوة دفعة كهربية التي تولد في الملف الثانوي. طب هسألكوا سؤال وعايز الناس تفكر معايا، هل هذا الجهد المتولد في الملف الثانوي، هل القوة الدفعة الكهربية المتولدة في الملف الثانوي في الحالة دي دائمة أم لحظية؟ يلا ما نشوف الفيض. الفيض في الملف الابتدائي بيتغير لحظيا. ليه؟ عشان طالما يوصل لنا العظمى الفيض هيثبت. امتى الفيض يتغير؟ أثناء نمو التيار في الملف الابتدائي أو أثناء تناقصه. طب يلا لو التيار وصل لنا العظمى الفيض هيثبت، وبالتالي لا يتولد في الملف الثانوي قوة دفعة كهربية. يبقى علشان اشغل الراديو ده محتاج ان انا اوصل الدايره بتاعت الملف الابتدائي على طول، هتلاقيه اشتغل وفصل بعدها. لو لمبه هتقيد وتطفي بعدها بعد فتره صغيره جدا، لان التيار هيثبت بعدها، مش التيار هيوصل للنار العظمى ويثبت. طب عارفين امتى برضو الجهاز ده يشتغل؟ لو انا فصلت الدايره بتاعت الملف الابتدائي عن المصدر المستمر ده، او المفصل الدايره، مش التيار هيقل والفيض ايه يقل، يعني بتغير ولا مش بتغير؟ على طول اوتوماتيك تبع لقانون فاراداي يتولد في الملف الثانوي قوه دفع كهربائيه مستحسه، قوم الجهاز يشتغل. طب لما التيار بتاع الملف الابتدائي يوصل للصفر على طول الجهاز يفصل. يعني عشان بقى هاي اشغل الجهاز ده حضرتك محتاج تعمل ايه؟ تفضل هاي يلا توصل الدايره وتفتح، توصل الدايره وتفتح. ده لو كان مصدر ايه، لو كان مصدر مستمر لازم تفضل تعمل تغير في الفيض، تغير في تيار الملف الابتدائي. هل ده ينفع يبقى راديو؟ ما ينفعش طبعا، ما ينفعش تفضل ماسك الفيشه يلا تفضل توصل الدايره وتفتح، توصل الدايره وتفتح، يتقال لك انت بتعمل ايه؟ انا بسمع راديو. ده مش طريقه يا جماعه. فبالتالي كان لازم نفكر ان احنا بدل ما نفضل بقى احنا نغير التيار بايدينا مانوال كده، لا بقى ممكن نغيره اوتوماتيك، ان احنا نوصله بمصدر متردد. ما المصدر المتردد اللي هو الدينامو، يعني احنا اتفقنا ان التيار الناشئ عنه متغير الشدة والاتجاه، فاوتوماتيك هتلاقي التيار عمال يزيد ويقل يزيد ويقل يزيد ويقل يزيد ويقل، صح؟ فبالتالي الفيض هيكون متغير، دائم ولا لحظي؟ دائم طبعا. يعني المصدر المتردد هنضمن ان فيضه متغير دائم، ومع على طول القوة الدفع الكهربية التي تتولد في الملف الثانوي هتبقى لحظية ولا دائمة؟ طبعا هتبقى دائمة. فلو كان في راديو هيفضل شغال، لو كان في لمبه هتفضل منوره، مش كده يا جماعه؟ اذا لا يصلح المصدر المستمر، ولا بد من وجود مصدر متردد زي اللي احنا شايفينه ده. اهو ده المصدر المتردد بقى اللي لازم اوصله ايوه بالجهاز المرتب او بالملف الابتدائي عشان يبقى فيه فيض متغير دائم، فيوجد في الملف الثانوي دايما قوه دفعه، مش كده ولا ايه؟ وده طبعا اجابه السؤال اللي انا قلت لكم عليه، لابد من وجود مصدر متردد. يلا كده نقراه مع بعض اهو. ما ينفعش يشتغل بالمصدر المستمر ولازم مصدر متردد. ليه؟ لان التيار المستمر بيولد فيض مغناطيسي ثابت لا يتغير الا لحظتي فتح وغلق دايره الملف الابتدائي. افتكر دايما اكنك عمال تحط الفيشه وتخرجها، ما ينفعش ده يبقى المصدر المستمر استخدمه في المحول. يلا وبالتالي لا ينشا حس متبادل الا لحظتي غلق وفتح دايره الملف الابتدائي. تمام. اما المصدر المتردد اللي هو الدينامو، يعني فاننا نضمن وجود فيض مغناطيسي دائم التغير وبالتالي حس متبادل دائم بين الملفين. كلام جميل جدا. انا عايز اتكلم بقى على شرح العمل. يلا بينا كده نشوف. يلا اول ما اغلق دايره الملف الابتدائي، يعني احط الفيشه في الكهرباء، حلو جدا، اجيب الرسمه ونتكلم عليها. اول يلا ما وصل الملف الابتدائي المصدر للتيار المتردد واغلق دايره الملف الثانوي اللي فيها الجهاز المرتب تشغيله، ها يعني لو في راديو خلي المفتاح بتاعه اون والفيشه بس في الكهرباء، ايه اللي بيحصل ساعتها؟ اللي بيحصل ساعتها يا جماعه ان يمر تيار كهربي متردد في دايره الملف الابتدائي فينشا عنه فيض متغير ينتقل عبر القلب الحديدي ليقطع لفات الملف الثانوي، فيتولد في الملف الثانوي قوة دفعة كهربائية مستحسة كبيرة أو صغيرة حسب عدد لفات الملف الثانوي بالنسبة للابتدائي.
ده اللي هنقوله يا جماعه لما يقول لنا ايه هيحصل ايه عند غلق دائره الملف الثانوي. يلا بينا كمان راجع الكلمتين اللي احنا قلناهم. هنا ينتقل الفيض المتغير من الملف الابتدائي عبر القلب الحديدي عشان يقطع لفات الملف الابتدائي الثانوي، فيتولد فيه ام اف كبيره او صغيره حسب عدد لفات الملف الثانوي، حيث ان الام اف المتولد في الملف الثانوي بتتناسب تناسب طردي مع عدد لفاته. طب اول ما افتح المفتاح كيه؟ لا بقى دي حدوته، ده عليها سؤال مهم جدا جدا. ايه رايكم لو الملف الثانوي انا رحت فاتح لفاته، لو انا رحت فاتح يلا هي دايره الملف الثانوي، يبقى يا جماعه احنا دلوقتي فهمنا عند لحظه ضغط المفتاح ايه اللي بيتم. يلا بنتكلم بقى عند لحظه فتح المفتاح، نجيب الرسمه ونتكلم عليها. لو انا قلت لحضراتكم دلوقتي الملف الثانوي ده انا هفتح المفتاح بتاعه، يعني مثلا جيت على الراديو كده وخليت المفتاح بتاعه اوف، يعني عدم مرور تيار في الحاله دي في الملف هون الثانوي، فتحت دايره الملف الثانوي بينما الفيشه لسه محطوطه في الكهرباء. طب هسال سؤال وعايز الناس تفكر كده معايا، ايه اللي هيتم؟ هل بيمر في دايره الملف الابتدائي ساعتها تيار؟ يلا اما نحكي الحدوته من الاول. فعلا يا جماعه كان بيمر في الملف الابتدائي تيار، حلو. طب وبعدين كان نشا عنه مجال ولا ما نشاش؟ طبعا نشا عنه مجال. طيب المجال ده لما كان دايره الملف الثانوي مغلقه راح قطع الثانوي وولد فيها قوه دافعه، طب لما تكون مفتوحه الفيض ده هيرجع تاني باكمله ويقطع لفات الملف الابتدائي، فيولد في الملف الابتدائي بالحس الذاتي قوه دافعه كهربائيه مستحثه عكسيه. عكس ايه؟ عكس الاي ام اف بتاعت المصدر، عكس الجهد المتردد، وتساوى في المقدار فتلاشي كل منهما الاخر، فالمحصله ساعتها بتساوي كام؟ بتساوي صفر، فلا يمر تيار كهربي في دائره الملف الابتدائي. سؤال مهم جدا جه في امتحان السودان 2014، قال لنا ايه؟ متى تساوي القيم العدد التاليه صفر؟ شده التيار الكهربي او شده التيار الكهربي المار في الملف الابتدائي المحول. امتى تبقى التيار اللي ماشي في الملف الابتدائي في المحول بتساوي صفر؟ طبعا لما تبقى دايره الملف الثانوي مفتوحه. وانا عايز اسال بقى سؤال وناس تفكر برضو تاني، رغم ان الفيشه موجوده في الكهرباء هاي المصدر متردد الا انه لا يتم استهلاك طاقه كهربيه تذكر، عارفين ليه؟ طبعا مفيش استهلاك للطاقه علشان التيار المستحث المتولد في الملف الابتدائي نتيجه فتح المفتاح كي اللي هو في الملف الثانوي ومع على طول يتولد في الملف الثانوي قوه دفع كهربائيه الابتدائي قوه دفع كهربائيه مستحثه عكسيه، هتلاشي القوه دفع كهربائيه الاصليه، فالمحصله هتساوي كام؟ هتساوي صفر، فمش هيمر تيار. يبقى لو جه قال لنا علل لا يتم استهلاك طاقه تذكر في الملف الابتدائي عند فتح دايره الملف الثانوي، رغم ان دايره الملف الابتدائي مغلقه، رغم انك حاطط الفيشه في الكهرباء الا انها لا تستهلك طاقه، يبقى الاجابه بتاعت السؤال ايه؟ لان الفيض المتغير بيعود باكمله ليقطع لفات الملف الابتدائي، فيولد في الملف الابتدائي ايه؟ قوه دفع كهربائيه مستحثه عكسيه تساوي القوه الدفع الكهربائيه الاصليه بتاعت المصدر المتردد مقدارا وتعكسها اتجاها، فتكون المحصله بتساوي صفر فتلاشي كل منهما الاخر. طيب وده طبعا اللي احنا قلناه، وعشان كده رغم انك حاطط الفيشه في الكهرباء ما تقلقش مش بتسحب طاقه كهربائيه. انواع المحولات يا جماعه، محول رفع للجهد ومحول خفض للجهد، واحنا قلنا قبل كده طبعا ايه المحول الرافع ده؟ ايه عدد لفات الملف الثانوي بتاعته اكبر من الابتدائي، وقلنا المحول الخافض عدد لفات الملف الثانوي اقل من الملف الابتدائي. يلا بينا لما نستنتج قانون المحول. استنتاج قانون المحول يا جماعه بالراحه كده نشوفها كده مع بعض. استنتاج قانون المحولات طبعا للشكل اللي احنا شايفينه ده، مش المصدر الابتدائي متصل بمصدر او الملف الابتدائي متصل بمصدر للتيار المتردد، اذا بيتولد حوالين كل لفه من لفاته فيض مغناطيسي بيتغير بمرور الزمن. يا جماعه الاستنتاج ده مهم جدا في المحول، طبعا لازم نكون فاهمينه. انا بقوله تاني اهو، بص الملف الابتدائي ماله متصل بمصدر للتيار المتردد، اذا في جهد دلوقتي متولد في الملف الابتدائي ماشي، نتيجه مرور تيار كهربي في الملف الابتدائي حوالين كل لفه من لفات الملف الابتدائي بيتولد فيض مغناطيسي بيتغير بمرور الزمن. الناس طبعا
سمعاني وانا بكتب كل كلمه في القانون انا بقولها ولها معنى. بقول تاني تاني يا الله. يتصل الملف الابتدائي بمصدر للتيار المتردد. قوم يتردد حوالين كل لفه من لفاته. فيض مغناطيسي تتغير او يتغير بمرور الزمن. وطبعا طبعا لقاعده لينز فاكرين بنحط اشاره سالبه بذمتكم بقى ما هو ده قانون فرضي حلو. الفيض ده ينتقل عبر القلب الحديدي ده بفرض ان كفاءه المحول 100%. والله ده في مشاكل ممكن تخلي الكفاءه ما توصلش ل 100%. اولا ان مش كل فيض الابتدائي يروح للثانوي. طب فرضا ان الفيض المتغير ده جه من الملف الابتدائي وراح كله قطع لفات الملف الثانوي، اوتوماتيك يولد في الملف الثانوي ايه؟ قوه دفعه كهربيه مستحثه. مش كده برضو ولا ايه؟ حلو جدا. طب ايه رايكم لو انا قسمت العلاقتين على بعض؟ قسمت ده على ده وقسمت ده على ده، قوم ايه اللي يحصل؟ الدلتا فاي مع الدلتا تي تروح مع الدلتا فاي مع الدلتا تي، والسالب يروح مع السالب. اذا هنلاحظ ان الفي بي على الفي اس بيساوي الان بي على الان اس، وهو ده قانون المحول المثالي. ده الكلام ده لو كان مثالي. طيب كلام جميل، يبقى له علاقه بين الفي والان، طبعا علاقه طرديه. وهل احنا تايهين على القانون ده؟ ما هو ده قانون فاراداي. طيب طب شوفوا الاستنتاج اللي هقوله ده كمان. يبقى الفي والان طردي، ها يبقى الفي طردي مع الان. طيب بفرض ان هو مثالي، هتكون كل الطاقه الحراريه اللي جايه من الملف الابتدائي هتروح للملف الثانوي. كل الطاقه الكهربيه، كل الطاقه اللي داخله للملف الابتدائي كلها استفاد بيها في الملف الثانوي. هل ممكن مش كلها استفاد بيها؟ طبعا. هو الاسلاك دي مش لها مقاومه؟ طبعا. طب الطاقه لما يجي يمر فيها مش في دلوقتي طاقه مستهلكه على شكل حراره في الملفات؟ طبعا. يبقى اللي انا عايز اقول لكم عليه، بفرض ان مفيش طاقه مستهلكه في الملفات عشان هي ليها مقاومه، ده بقول بفرض، لكن هو في الحقيقه لا طبعا الاسلاك لها مقاومه ما اقدرش اعدمها الا في ظروف خاصه. بقول تاني بفرض ان المحول ده مثالي، يعني مفيش طاقه مفقوده، يعني كل الطاقه اللي داخله الملف الابتدائي هستفيد بيها في الملف الثانوي. هيكون الطاقه اللي داخله قانون هيفاكرينه في اي تي، في اي تي دي اللي داخله لمين؟ دي اللي داخله للملف الابتدائي كلها هستفيد بيها في الملف الثانوي اللي هي الفي اس اي اس. في اختصارات ولا مفيش؟ طبعا اختصر التي مع التي كده هيتبقى ايه بقى؟ في بي على في اس هيساوي اي اس على اي بي. ايه العلاقه بقى بين الفي والاي هنا؟ العلاقه بين الفي والاي هنا يا جماعه علاقه عكسيه. بي اس بالنسبه للجهد، اس بي بالنسبه للتيار. يبقى العلاقه على طول علاقه عكسيه، يبقى الفي عكسي مع شده التيار. ده اللي انا عايز اوصله لكم. حد بقى الشيطان يوسوس له كده ويقول له ايه يا واد، مش انت خدت في الفصل الاول ان العلاقه بين الفي والاي طرديه؟ هقول لك ايوه يا حبيبي، بس كانت الفي دي فرق الجهد بين طرفي ايه؟ مقاومه، صح ولا غلط؟ كان فرق الجهد ساعتها بين طرفي مقاومه الى شده التيار اللي ماشي في المقاومه دي، كان الفي طرد مع الاي. انما هنا هل انا عندي موصل واحد ولا موصلين؟ ملف واحد ولا ملفين؟ ملف ابتدائي وملف ثانوي. فانا بقارن ما بين الفي والاي المره في كل ملف. طبعا العلاقه بين الفي والاي اللي في كل ملف طبعا علاقه عكسيه. فلما اجي اقول لك انا عندي محاور رافع للجهد هيبقى خافض للتيار، واذا كان خافض للجهد هيبقى رافع للتيار، وهنتكلم كمان شويه على استخدام كل واحد فيهم. يبقى ايه هي قوانين المحاول المثالي؟ من الاخر كده قوانين المحاول المثالي اهو، الفي بي على في اس بتساوي اي اس على اي بي، بتساوي كمان ان بي على ان اس. خلي العلاقه دي قدامك واحذر وانت جاي تحل في المسائل، ما تخلطش الامور ببعضها. يعني ايه ما تخلطش الامور ببعضها؟ يعني من الاخر كده لو انت بتشتغل على المحاول المثالي لازم تشتغل بالقوانين دي. طب الناس تفكر وتقول لي هل لو كان المحاول غير مثالي هقدر استخدم القوانين دي؟ لا طبعا بقى، دي ليها طريقه ثانيه. طيب يلا بينا كده اما نشوف ايه الطريقه الثانيه.
لو المحول غير مثالي. لو المحول غير مثالي يا جماعة بقى لازم اجيب الكفاءة بتاعته. يرمز للكفاءة بالرمز ايتا. تعملها ازاي؟ اعمل ان كده، اعمل ان كده ودلعها، اعمل ان كده وطلع لها زلومة، دي الايتا. خلاص اسمها ايه بقى؟ اسمها كفاءة. كفاءة المحول بتساوي، مش اي كفاءة، لو انت عايز تحسبها شوف هو بيخرج لك طاقة قد ايه من الطاقة اللي داخلة. طب لو كان كفاءته 100% كان يبقى خارج قسمة الطاقة اللي خارجة على الطاقة اللي داخلة 1 صحيح. طب دلوقتي احنا مقتنعين ان لازم يبقى في طاقة مفقودة عشان الاسلاك ليها مقاومة، مش كده؟ علشان مش كل فضل الابتدائي يروح يقطع لفات الملف الثانوي، مش كده؟ وده الواقع. فانا عايز اجيب الكفاءة وماسب الطاقة الناتجة من الثانوي على الطاقة اللي داخلة الابتدائي. وكلمة طاقة، ما هو الطاقة بتساوي ايه؟ VIT على VIT، بس ده لمين وده لمين؟ اللي فوق ده للثانوي، للثانوي. اللي تحت ده لمين بقى؟ للابتدائي. اهو اطير التي مع التي هيبقى VSIS على VBIB. طبعا الرقم اللي يطلع اضربه في المية عشان انا بجيب نسبة مئوية. طب مين ال VI دوت؟ مين ال VI ده؟ ال VSIS ده هو كله اسمه ايه؟ اسمه قدرة. يعني ممكن اعرف الكفاءة واقول هي نسبة بين قدرة الملف الثانوي، قدرة الملف الثانوي الى قدرة الملف الابتدائي. دي الباور بتاعة الملف الابتدائي. طب عيد تاني، يبقى الكلام ده مفهوم لازم ناخد بالنا منه. يبقى الايتا بتساوي ايه؟ VSIS على VBIB. عيد تاني اهو، يلا VSIS على VBIB واضرب في المية علشان اجيب مين الايتا دي. الايتا دي هي كفاءة المحول. يقول لنا ما معنى ان كفاءة المحول 80%؟ اقول له اي ان النسبة بين قدرة الملف الثانوي الى قدرة الملف الابتدائي 80/100. او ممكن واحد جدع يقول لي ايه؟ اي ان الفقد في الطاقة 20%. صح، كلام جميل. طب تفتكروا ايه العلاقة بقى ما بين الاي والان؟ ما انا هجيب صورة تانية للقانون ده. العلاقة بين الاي والان عكسية، فممكن حضرتك كنت تعمل ايه؟ كنت ممكن تقول لي كمان الايتا بتساوي، عشان كنت بقول VSIS على VBIB. حلو، خلي الVS زي ما هي والVB زي ما هي، هتشيل الIS على IB وتكتب مكانها NB على NS من العلاقة العكسية ما بين الI والN، والرقم اللي يطلع اضربه في المية. ده بالنسبة للإيتا يا جماعة. يبقى الإيتا اسمها ايه؟ كفاءة المحول. طيب يلا بينا ما نشوف احنا مجهزين ايه معانا. اهو ده استنتاج القانون بتاع المحول. لو كان مثالي ولو كانت الكفاءة 100% اهو استنتجنا العلاقة ما بين الفي والاي عكسية، العلاقة ما بين الاي والان عكسية. طب لو الكفاءة اقل من 100% اهو الايتا بتساوي في اس اي اس على في بي اي بي، والرقم اللي يطلع اضربه في المية. طب يلا منين نجاوب على الاسئلة دي كده مع بعض، يلا بينا، وبعد كده نحل مسألة ويبقى المحاول خلاص خلص. ايه هي الاسباب اللي ممكن تخلي الكفاءة ما توصلش ل 100%؟ ماشي، مع توضيح طرق العلاج. يلا بينا كده نجاوب على السؤال ده بالراحة، يلا ما نشوف. اول سبب ان جزء من الطاقة الكهربية يتحول لطاقة حرارية في الاسلاك بسبب مقاومتها. طب العلاج ايه؟ هنستخدم اسلاك من النحاس. ليه؟ اصل مقاومتها النوعية صغيرة، ولما تبقى المقاومة النوعية صغيرة الطاقة الحرارية او الطاقة الكهربية المفقودة على شكل حرارة هتقل. ده اول مشكلة. المشكلة التانية، جزء من الطاقة الكهربية بيتحول لطاقة حرارية في الأسلاك بسبب حاجة اسمها التيارات الدوامية. طب العلاج؟ يبقى جزء من الطاقة الكهربية بيتحول لطاقة حرارية بسبب التيارات الدوامية عشان القلب الحديدي نفسه كان مصمم. لا بقى، ده احنا ممكن نقسمه ونقطعه لشرايح، ما بين كل شريحة والتانية مادة عزلة، بين كل شريحة والتانية مادة عزلة، طبعا عشان ارفع المقاومة قوم يقل التيار المستحس، قوم الطاقة الحرارية تقل، عشان انا عارف العلاقة ما بين الطاقة و مربع شدة التيار. الطاقة تتناسب تناسب طردي مع الطاقة، طردي مع مربع شدة التيار. فلو قلت او قل التيار 100 مرة، عارف الطاقة تقل قد ايه؟ 1/10,000، لان المية دي هتبقى 100 تربيع، 1/100 تربيع، 1/100 تربيع
تديك 1/10,000. كلام جميل. طب السبب الثالث، تسرب بعض خطوط الفيض خارج القلب الحديدي فلا تقطع لفات الملف الثانوي. طب العلاج ايه؟ حل هندسي. نعمل ايه؟ نحط الملف الابتدائي جوه الملف الثانوي. مش كان المشكله لما كانوا الاثنين متقابلين كان شويه من فيض الابتدائي بيتشتت؟ لا بقى، ده انا هحط الملف الابتدائي جوه الملف الثانوي، فلازم فيض الملف الابتدائي وهو جاي يخرج يقطع لفات الملف الثانوي، فعلى طول هيبقى انا قللت الفقد في الايه؟ في الفيض. كمان جزء من الطاقه الكهربائيه مستهلك على شكل طاقه ميكانيكيه، عشان الفيض وهو جاي يمشي في القلب الحديدي الذرات بتعوق حركته. فالعلاج ايه؟ نستخدم قلب حديد مطاوع سيليكوني. ليه؟ عشان جزيئاته سهله الحركه لسهوله تحريك ايه؟ جزيئاته. دول الاربع اسباب بالعلاج بتاعهم. طب كلام جميل جدا. طيب طبعا يا جماعه ازاي ببرد المحول؟ لان المحول طبعا بينشا عنه طاقه حراريه كبيره، اما اسيبه معرض للهواء فيفقد الحراره بتاعته عن طريق الاشعاع والحمل، او ان انا لو كان المحول كبير قوي بقى ان انا احطه في صندوق والصندوق ده مليان زيت والصناديق ديت ليها زعانف او اطراف خارجيه، فبالتالي بيزود مساحه السطح المعرض للايه؟ معرض للتبريد فيفقد الحراره بتاعته بسهوله جدا. طيب السؤال اللي بعده، ازاي يستخدم المحول في نقل الطاقه والقدره الكهربائيه من اماكن التوليد الى اماكن التوزيع؟ يلا بينا كده لما نشوف القصه بتاعتنا ماشيه ازاي. انا هرسم رسمه بسيطه جدا توضح لنا الموضوع ده. طيب لو انا قلت لحضراتكم احنا دلوقتي عايزين ننقل الطاقه الكهربائيه من السد العالي لحد عندنا هنا، شوفوا هعمل ايه. دي دلوقتي محطه لتوليد الطاقه الكهربائيه، دي محطه توليد. كلام جميل جدا. عايز انقلها لحد مكان التوزيع عندنا هنا، يبقى دي اماكن التوزيع. بالمنظر اللي احنا شايفينه دلوقتي دي اماكن التوزيع اهي. يعني ايه اماكن التوزيع؟ في كل منطقه كده من المناطق يا جماعه بتلاقوا حاجه اسمها منطقه المحولات. منطقه المحولات دي اللي تبدا توزع الطاقه الكهربائيه للشوارع، او بعد كده توصلها بعد كده للبيوت وهكذا يعني. يبقى دي منطقه او دي محطه ايه؟ محطه توزيع. امال اللي هناك دي محطه ايه؟ دي محطه انتاج او توليد. حلو. سؤالي، لو احنا خدنا الطاقه الكهربائيه دي مباشره لمكان التوزيع، سؤالي مش احنا هنحس طبعا ان هيبقى في فقد في الطاقه عشان المشوار الطويل دوت؟ لازم يبقى في فقد في الطاقه في الطريق عشان اسلاك لها مقاومه. وبنعمل ايه؟ نفتكر العلاقه ما بين الدبليو اللي هي الطاقه ومربع شريط التيار، طبعا العلاقه ما بينهم علاقه طرديه، فانا عشان اقلل الطاقه لازم اقلل التيار، وعلى طول على طول هخلي التيار اللي ماشي في الخط ده شدته قليله، وهحط عند محطه التوليد محول ايه بقى؟ محول رافع للجهد. كلمه رافع للجهد عشان يبقى خافض للتيار. اهو ادي عدد لفات الملف الابتدائي، ادي القلب الحديد اهوت بالمنظر ده كده، ادي الملف الايه دلوقتي؟ ادي الملف الثانوي، عدد لفاته ايه؟ اكبر من عدد لفات الملف الابتدائي. اهو المحول دلوقتي رافع. ليه؟ عشان يبقى خافض للتيار، عشان الطاقة اللي هتمشي المشوار الطويل دوت تقل. لأن العلاقة ما بين الدبليو والاي سكوير علاقة، أيوه علاقة طردية. خلاص الأسلاك جت من السد العالي أو من محطة التوليد اللي احنا قلنا عليها، وبتبقى طبعا محمولة على أبراج الضغط العالي اللي احنا بنشوفها على الطريق الصحراوي أو الطريق الزراعي. هنرسمها حالا اهوت. أدي الأسلاك اهيت جاية محمولة بقى خلاص اهوت، وده أبراج الضغط العالي. ادي ابراج الضغط العالي اهي، وادي واحد كمان اهو. يبقى ده كله مشوار النقل. اهو ده كله مشوار النقل. تيجي بقى الاسلاك تيجي تصب في المحطه اللي هنا اللي هي محطه اللي هي ايه بقى؟ محطه الايه؟ هاي المحولات. المنطقه دي بقى نبدا
الجهد مش جاي محمل بملايين الفولتات؟ طبعا. طب لو دخلنا الفولتات دي كلها على البيوت هتحرقها، فلازم حاجة تخفض لي الجهد. يبقى حطينا عند محطة التوليد محول رافع للجهد، وهحط بقى عند محطة التوزيع محول خافض للجهد عشان تخفض الجهد لحوالي 220 فولت. اهو ادي المحول الخافض للجهد اهو. عدد لفات ملفه الابتدائي هيبقى اكبر من عدد لفات الملف الايه؟ الملف الثانوي بالشكل اللي احنا شايفينه ده. ادي دلوقتي القلب الحديدي، ادي بقى الملف الايه؟ الثانوي اهو، وبعد كده متصل بمحطة التوزيع. يبقى يوضع عند محطة التوزيع بقى محول خافض للجهد. ليه؟ طبعا لازم يبقى خافض للجهد. يبقى خافض للجهد علشان اول حاجة يخفض للملايين الفولتات اللي جاية ديت، يخفضها ل 220 فولت. كمان حاجة لازم يكون خافض للجهد عشان يبقى رافع للتيار، فيمكن توزيع التيار لأماكن مختلفة. طيب وده كلام اللي احنا طبعا مجهزينه معانا اهوت. يلا بالكلام بنبص عليه ونقراه كده اهو. بنحط عند محطة التوليد محولات رافعة للجهد، رافعة للجهد طبعا محطة التوليد زي السد العالي. ليه؟ طبعا علشان تكون خافضة للتيار فتقل الطاقة المفقودة في الأسلاك على شكل حرارة فتقل تكاليف النقل. طيب ليه بنحط عند محطة التوزيع والاستهلاك محولات خافضة للجهد رافعة للتيار؟ ليه؟ عشان تزيد شدة التيار فيمكن توزيعها على التوازي في الأسلاك عشان نغذي المدن والمصانع والشوارع، فيفضل فرق الجهد ثابت عند 220 فولت. كلام جميل جدا. هبدأ حالا دلوقتي مسألتين على المحول كتطبيق على اللي احنا قلناه ونشوف الفكرة ماشية ازاي. بيقول لنا محول كهربي خافض للجهد كفاءته 100%، يبقى انا هشتغل بقوانين المحول المثالي. عدد لفات ملفه الثانوي 600 لفه. يلا بينا كده ما نشوف نكتب ازاي بقى. اهو ابدا اقول شو محول مثالي، يبقى احط قدام عينيا البيانات الاول. عدد لفات ملفه الثانوي 600 لفه. حلو، اقول له كده يبقى الان اس بتساوي 600 لف. طب وبعدين؟ استخدمها لتشغيل جهاز قدرته 48 واط. هو الجهاز ده هيتوصل بانهي ملف يا جماعه؟ هيتوصل بالملف الثانوي، يبقى دي الباور بتاعت الملف الثانوي 48 واط. واقول لكم ايه علاقه القدره بالموضوع حالا. وفرق جهده اللي هو الملف الثانوي اللي هو الفي اس ب 24 فولت. ماشي وبعدين؟ ومع مصدر كهربي متردد قوته الدفعه الكهربيه يبقى ده الفي اللي داخل 200 فولت. حلو، اوجد او احسب عدد لفات ملفه الابتدائي. على طول اروح اقول له ايه؟ هو مديني في وان، بس اقول له كده الفي بي على في اس بتساوي ان بي على ان اس. هو الفي بي مش ب 200، اقول 200. الفي اس ب 24 اهو، كل ده بيساوي الان بي، ده اللي انا عايزه. اوجد عدد لفات ملف الابتدائي، انا عايز الان بي. طب والان اس ب 600، اضرب طرفين في وسطين واطلع الان بي. تطلع معانا الان بي بكام؟ تطلع الان بي ب 5000 لفه بس. يبقى 5000 لفه مفيهاش مشكله. حلو، انا عايز ايه بعد كده؟ انا عايز بعد كده اجيب شده التيار في الملف الثانوي. هو الباور دي مش باور اس؟ يعني ايه باور اس؟ دي قدرة الملف الثانوي. فاكرين في أول فصل في المنهج اتكلمنا على القدرة دي، قلنا ايه؟ في قانون مهم جدا للقدرة، حتى كنا قايلين له نغمة كده، نتذكره كده مع بعض. يلا اقسم الباو اللي هي قدرة، ما انا بدلع الباو بقول على بدلع القدرة بسميها باو. اقسم الباو على العو يديك التيار في التو، حيث ان العو هو فرق الجهد يا جماعة، والتيار رمزه اي. طب هو مديني ايه؟ مديني الباور اس، الباور قدره ملف الثانوي،
ومديني جهد الملف السنوي. اقسم بقى الباور اس على الفي اس يديلك الاي اس على طول. شوف بالبار بكام؟ القدرة 48. طيب والجهد ب 24 هيطلع 2 امبير على طول كده. طب الاي بي انا عايز اجيبه، اجيب العلاقة ما بين الفي والاي. العلاقة بين الفي والاي في المحول عكسية، يبقى في بي على في اس بيساوي اي اس على اي بي مباشرة على طول كده، اي اس على اي بي، وبالتعويض المباشر الفي بي ب 200، الفي اس ب 24، كل ده بيساوي الاي اس بكام؟ احنا لسه مطلعينه ب 2. اقدر اجيب الاي بي على طول، اطلع الاي بي يطلع معانا الاي بي يا جماعه ب 24 من 100 امبير، ما فيهاش اي مشكله. طيب نشوف كده المساله الثانيه، دي جت في امتحان ازهر 2015. محول كهربي خافض للجهد يعمل على مصدر كهربي قوته الدفعه الكهربيه 2500 فولت، يبقى ده الفي انهون، ده الفي اللي داخل، ده الفي بي، يبقى الفي بي 2500 فولت. ماشي نكمل. وبعدين يعطي ملفه السنوي تيارا كهربي شدته 80 امبير، يبقى الاي الملف السنوي يعني ده الاي اس، نبص كده مع بعض اهو ده الاي اس. الاي اس بكام امبير؟ 80 امبير. وكانت النسبه بين عدد لفات ملفيه 1 الى 20. طب يا مستر دي بقى اقراها من اليمين للشمال ولا من الشمال لليمين؟ 1 الى 20، بص كده اهو، نقراها منين لمنين؟ خليك ذكي كده، مش قالك محول خافض؟ اه يعني طالما خافض، لو قلت لك مثلا ال ان بي على ان اس مش خافض، يبقى اكيد اكيد كان نسبه 1 ل 20. ينفع؟ طبعا ما ينفعش. لو قلنا من الطريقه ديت يبقى ده محول رافع، عشان الثانوي هتبقى هي اللي نسبته كبيره، يبقى المفروض نقول 20 على 1. طالما قلت ان بي على ان اس يبقى العدد لفاته اكتر هو الابتدائي، لانه خافض للجهد، يبقى 20 على 1 بالمنظر ده. طب نكمل. عايز اجيب القوه الدفع الكهربيه المتولده في الملف الثانوي علما بان الكفاءه كام في الميه؟ 80%. اقوم اعمل ايه؟ على طول اقول له الايتا بتساوي ايه بقى؟ في اس، انا عايز اجيبها بدالة عدد اللفات، في اس على في بي. هو اول مطلوب ايه؟ القوه الدفع الكهربيه في الملف الثانوي، يبقى عايز اجيب الفي اس. طيب الان بي على ان اس مش علاقه ما بين الفي، لو شلت الاي اس على الاي بي مش هحط مكانه ان بي على ان اس؟ طبعا العلاقه اللي احنا لسه مستنتجينها حالا، ارجع بص للقانون اللي احنا قلناه، كفاءته 80%، بقول 80. لو قلت على 100، لو قلت على 100 ما تضربش بعد كده في 100 هناك، يعني لو انا جبت ال 100 دي تحت هنا في المقام هقول 80 على 100. الفي اس مش ده اللي انا عايزه؟ حلو. الفي بي مديها لي ب 2500، حلو جدا حلو جدا. طب وبعدين الان بي على ان اس 20 الى 1، هل اقول في 100؟ ما انا قلت لك طالما حطيت ال 100 تحت في المقام ما تضربش بعد كده في 100، وبالاله الحاسبه نطلع الناتج النهائي يكون، طبعا عشان اطلع الناتج النهائي بالاله الحاسبه نقول ايه؟ نعمل بسط ومقام، هاي وبعدين 80 في 2500 على 20 في 100، تطلع على طول الفي اس الجهد اللي هينشأ او اللي هينتج الفي اس بتساوي 100 فولت مباشرة. ده الكلام ده لو كان المحول ايه؟ غير مثالي. ايه اللي خلانا استخدم القانون دوت؟ عشان هو قال لي في اخر المسألة علما بان كفاءته 80%. طب نكمل ونشوف ايه المطلوب تاني. طالب ايه بعد كده؟ شدة التيار المار في الملف الابتدائي بنفس القوانين. والله شوف هقول لك ايه، مش انا عايز اجيب الاي اللي ماشي في الملف الابتدائي، مش الايتا كانت بتساوي في اس اي اس على في بي اي بي واضرب في 100. الفي الايتا الاول 80%، بقول 80 على 100، كل ده بيساوي الفي اس انا طلعته ب 100 في
الاي اس طبعا هو مديون التمانين اهو، على الفي بي 2500، مش ده الجهد اللي داخل الابتدائي، في الاي بي. الاي بي دوت شده التيار اللي ماشي في الملف الابتدائي اللي هو طالبه، مش هو طالب برضه شده التيار المره في الملف الابتدائي؟ اه طالب الاي بي، ومع طول على طول اقول له ايه ده الاي بي اهو. نيجي بالاله الحاسبه، عشان عايز اجيب الاي بي اعمل بسط ومقام. هاي الناس تشغل معايا الاله الحاسبه، يلا هاي بسط ومقام. 100 في 100 في 80 على 80 في 2500 يطلع على طول ان الاي بي التيار اللي هيمر في الملف الابتدائي في المحول ده ب4 امبير. ده يا جماعه بالنسبه للجزئيه بتاعت ايه؟ بتاعت المحول. طب ما تيجي يلا نتكلم بقى على نقطه تانيه، الموتور، المحرك الكهربي. ازاي حضرتك تعرف تعمل موتور؟ طب يلا ما نشوف ايه الحاجه من الجهاز. يا جماعه الانسان حب يعمل حاجه ادي لها تيار كهربي يقوم تتحرك. طب الدينامو كان العكس، بحركه عشان ينشا تيار. طب الموتور امرر تيار عشان يتحرك. ملاحظين ان الدينامو والموتور عكس بعض. انت عارف انا ممكن احول الدينامو الموتور نعمل ايه؟ بس انا بتكلم على الدينامو موحد الاتجاه اللي فيه مقاوم معدني. نعمل ايه بقى؟ نستبدل الدايره الخارجيه ببطاريه. يلا ما نشوف الكلام ده ازاي. ده دلوقتي يا جماعه كان شكل الدينامو صح، بس الدينامو كان في الدايره الخارجيه كان في كان في مقاومه واحده بس، دي اللي انا بستخدمها او دي بسميها ار لود او اللي هو ايه الدايره الخارجيه اللي انا عايز اشغلها. مثلا لو كان في لمبه هتنور، اي جهاز هيدور هيشتغل هيتحرك. اللي انا عايز اقول لكم عليه دلوقتي انا عايز احول الدينامو بقى لايه؟ لموتور. ومع على طول اشيل الار لود الخارجيه واحط مكانها مصدر للتيار المستمر بطاريه. ومع على طول اول ما يمر في الملف ده تيار هينشا عزم ازدواج هيعمل على دورانه. ما تيجي اما نشوف ازاي. يلا ما نشوف ازاي. تاني الموتور هو عباره عن ايه؟ والله الموتور ده هو دينامو بس عدلته. يلا بنشوف التعديلات. ده وليكن القطب الشمالي، وده وليكن القطب الجنوبي. ادي الان وادي الاس، القطب الشمالي والقطب الجنوبي، وما بين القطبين عندي ملف مستطيل اهو. مش ده كان الدينامو؟ وبوصل الملف ده بالمقاوم المعدني. المقاومة ده هو عبارة عن ايه بقى نفتكر كده؟ عبارة عن اسطوانة معدنية مجوفة مشقوقة بمادة عازلة، اهي هعملها بلون مخالف. اسطوانة معدنية زي دي كده، طبعا مش قوي، مادة عازلة. المادة العازلة اهي، ادي المادة العازلة. طيب وبعدين؟ ادي فرشة وادي فرشة، الفرشة اف 1 وادي الفرشة اف 2. هوصل بقى الجهاز دوت. لو انا رحت اعمل لك مقاومة ار لود يبقى انا كده برسم دينامو. لا بقى، ده انا هحط لك بطارية. ادي بطارية اهي، طيب لو انا وصلت البطاريه واغلقت الدايره مش ده تيار هيمر في الدايره؟ هيمر التيار في دايره كده، اول ما يوصل يروح يمر في الايه؟ في الملف بالمنظر ده اهو، يمر للفرشه اف 1
ويروح له القطب السالب. طب لو جيت قلت لحضراتكم دلوقتي الضلع اي بي بيمر فيه تيار وهو موجود في مجال مغناطيسي منتظرين يحصل له ايه؟ يتأثر بقوة مغناطيسية. والضلع سي دي بيمر فيه تيار وهو موجود في مجال مغناطيسي في الفصل الثاني اتفقنا بيتأثر بقوة مغناطيسية. طيب يبقى الملف ده الضلعين اي بي وسي دي يتأثران بقوتين. طب انا عايز احدد اتجاه القوة اللي يتأثر بها الضلع اي بي. يلا بينا كده نشوف هنطبق انهي قاعدة. هنطبق قاعدة اسمها قاعدة فليمنج لليد اليمنى. يبقى كل يركز معايا كده وانا بطبقها بايدي اهوت، بمثلها بايدي اهو. يلا مش المجال قدامنا جاي من القطب الشمالي للقطب الجنوبي؟ حلو جدا. فليمنج لليسرى خدوا بالكم. هيلا وادي اهو اتجاه التيار طالع لفوق، يبقى الضلع اي بي طبعا هيتحرك لداخل الشاشه. تاني المجال جاي من الشمال للجنوبي اهو، وبعدين هيلا جاي من الشمال للجنوب اهو، التيار طالع لفوق، التيار طالع لفوق اهو جاي من ال بي يعني، قوم على طول على طول الضلع اي بي يتحرك الى داخل الشاشه، قوم على طول تلاقي الضلع اي بي اتحرك لتحت لجوه الشاشه. طب والضلع سي دي نقلب بقى اهو، المجال جاي من الشمال للجنوبي، التيار نازل لتحت من سيل دي، يبقى الضلع سي دي يخرج لبره الى خارج الشاشه، هيخرج لبره اهو، هيخرج لبره، قوم على طول على طول هتلاقي الملف ده اهوت اتقلب. الملف ده هيبقى زي الاله الحاسبه كده، ده يتاثر بقوه لفين؟ ايوه بقوه لتحت، وده يتاثر بقوه لفوق، تلاقي الملف دار في الاتجاه ده اهو، تلاقي الملف بيدور كده. مش الظاهره دي كنا مسمينها قبل كده عزم الازدواج؟ بس يبقى الموتور مبني على ايه؟ مبني على عزم الازدواج المؤثر على ملف يمر به تيار وموضوع في مجال مغناطيسي. عرفنا ايه هو الموتور؟ طب ايه الغرض منه؟ تحويل الطاقه الكهربائيه لطاقه حركيه. طب ايه استخدامه؟ ها طبعا بيستخدم، ما هو الغرض منه هو الاستخدام، عرفنا الاساس العلمي، عرفنا الاساس العلمي. طيب لما اجي اقول لكم ايه هو شرح العمل بتاعه؟ يلا ما نتكلم من الوضع الموازي ده. من الوضع الموازي عند دوران ملف الموتور. يلا مش احنا اتفقنا مبني على عزم الازدواج؟ انا بمثلها بايدي اهوت. ده المجال دايما اللي كنت بتكلم عليه. القلم ده هو ده العمود على ملف. لو رحت عامل المجال كده انا بمثلها بايدي والناس تركز معايا. اهي في الوضع ده العمود على الملف عمود على المجال. فالتاو اللي هو عزم الازدواج بيبقى قيمه عظمى، وبدوران الملف الزاويه بتقل ولا بتزيد؟ الزاويه بتقل 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 لحد ما يكون الملف عمود على المجال، بينما العمود على الملف بيوازي المجال، فعزم الازدواج بيساوي صفر. طيب في اللحظه دي هل يتوقف ملف الموتور عن الدوران؟ لا، ده انا بلاحظ ان الملف بيكمل، بيتقلب تاني في المجال، بيكمل حركته بفعل حاجه اسمها القصور الذاتي. يتقلب تاني الملف في المجال، وقوم على طول يزيد عزم الازدواج، وبعد كده يتاثر بعزم ازدواج كبير، قوم يبدا يعمل على دورانه، وهكذا بدوران الملف. لما يوصل الوضع العمودي مش بيتوقف عن الدوران، وذلك لان ايه؟ لان الملف يستمر في الدوران بفعل قصوره الذاتي. طيب ده بالنسبه لشرح عمل الموتور، ويلا بينا لما نبدا نقرا الجزئيتين دول مع بعض. لما اغلق المفتاح كي طبعا هيمر تيار من القطب الموجب للقطب السالب اللي هو احتوى على الاتجاه التقليدي، وبتطبيق قاعده فليمنج لليد اليسرى على الاضلاع الطويله هيتأثران بعزم ازدواج فهيدور. طيب كلام جميل جدا. طبعا عايز الفت نظر حضراتكم لحاجه، التيار داخل الملف المطور بيعكس اتجاهه ولا لا؟ كل النص دوره هل التيار داخل الملف بيعكس اتجاهه كل نص دوره؟ دي حته انا لازم اكد عليها. شايفين الرسمه ده؟ فرضا ان ده وضع الملف خلال النص دوره الاولى، نرسمها تاني كده ونقسم الصفحه نصين ونشوف هل لما الملف بيمر نص او بيدور نص دوره هل بيعكس اقطابه؟ هل التيار بينعكس بداخله؟ تاني هل التيار بينعكس داخل الموتور كل نص دوره؟ اهو ادي القطب الشمالي مثلا، وادي القطب الجنوبي.
ادي ال ان اس اهو قطب الشمال والجنوبي وادي الملف. الملف ده متصل طبعا الملف بالمقاوم المعدني بالشكل ده. وبعدين في المنطقة دي ايه بقى؟ المادة العازلة زي ما اتفقنا. ادي الفرشتين، الفرشة اف 1 وادي الفرشة اف ايه؟ الفرشة اف 2. وعندي هنا بعد كده ايه؟ بطارية. التيار بيمشي منين لمنين بقى؟ من القطب الموجب بنفس الرسم اللي احنا لسه رسمينها حالا من شوية. هيمشي التيار كده كده يروح للفرشة اف 1 ويروح للقطب السالب. طيب قوم على طول على طول الضلع ده يتأثر بقوة لفين؟ لتحت. والضلع ده يتأثر بقوة لفوق والملف يدور في الاتجاه ده. لو التاج ده الضلع ايه؟ بي وده سي وده دي. ده الكلام ده في النصف دورة الأول. طب في النصف دورة التاني، في النصف دورة التاني يلا بينا اما نشوف وضع الملف ازاي. بس خليك فاكر ده الضلع اي بي في نص الدورة التاني بقى هعمل ايه في الضلع دوت؟ هيدور صح؟ مش الملف هيدور نص دورة يعني يتقلب. طب طالما الملف اتقلب هنلاحظ ان الضلع اي بي هيروح الناحية التانية. بس واحدة واحدة كده نرسم الرسمة بالراحة. ادي القطب الشمالي وادي القطب الجنوبي اهو. ادي الان وادي الاس. المنظر اللي احنا شايفينه ده مش الملف هيدور ويعكس اتجاهه؟ طب طالما دار وعكس اتجاهه يبقى الضلع اي بي هيجي الناحية التانية، هيجي الناحية دي. ده الكلام ده في النص دورات تاني. وادي السي وادي الدي اهو، وادي المقاوم المعدني وادي المادة العازلة. ماشي نكمل. نحط هنا الفرشة اف 1 وهنا الفرشة اف 2 ونشوف بقى ايه البطارية اهي. ادي الطرف الطويل اللي هو القطب الموجب وده القطب السالب. طبعا البطارية مش تعكس اتجاهها طبعا. الاقطاب ما زالت، ده هيبقى قطب موجب وده هيبقى قطب سالب. وادي الطيارة اهوت بالشكل ده. طيب لو انا جيت قلت لحضراتكم التيار برضو ما زال بيمشي منين لمنين؟ هتقولوا بيمشي من القطب الموجب ويمشي كده في الملف ده كده بالشكل ده ويروح للفرشه اف 1 ويروح للقطب السالب. ده الكلام ده في الايه؟ في النصف دوره الاول ولا التاني؟ التاني بقى. طيب يلا بينا نركز في اتجاه التيار في كل جزئية في الملف. التيار هنا ماشي ازاي؟ دي سي بي اي. طب هنا التيار في الملف هنا ماشي منين لمنين؟ اي بي سي دي. ملاحظين اتجاه التيار في الملف في الحالتين هو نفس الاتجاه ولا في عكس الاتجاه؟ عكس اتجاهه طبعا، عكس اتجاهه طبعا. في الحالة التانية برضو ما زال الملف هيتأثر بعزم الزواج في الاتجاه ده.
طيب طب ايه القصه برضو اللي انت عايز تقولها يا مستر؟ برضو اقول لحضرتك، التيار لما كان بيتعكس بداخل الملف، يعني كان في الاول التيار ماشي اي بي سي دي، طب ايه رايكم التيار لو كان فاضل ماشي اي بي سي دي، يعني ما عكسش اتجاهه، لو كان التيار فاضل ماشي اي بي سي دي، هل كان الملف هيفضل يدور في اتجاه واحد؟ لا طبعا كان الملف مش هيفضل يدور في اتجاه واحد، كان زمان في النص دار في اتجاه، لو فضل التيار ماشي اي بي سي دي كان هيتقلب تاني ويرجع مكانه تاني. انما فايده انعكاس التيار داخل الملف في الموتور ده حته مهمه جدا، فيما او ايه هي وظيفه انعكاس التيار داخل ملف الموتور؟ بيجعل دائما عزم الازدواج في اتجاه واحد ويخليه دايما يدور في اتجاه واحد. يبقى بالرسم كده اثبتنا ان التيار بيتعكس، بيتعكس. طب لو ما كانش بيتعكس ما كانش هيفضل يدور في اتجاه واحد، ما كانش هيفضل يدور في اتجاه واحد، كان في نص الدوره الاولى هيتقلب في اتجاه، طب في نص الدوره الثاني كان رجع تاني. طيب كلام جميل جدا. يلا نتكلم على نقطه مهمه جدا ونحط القانون بتاعنا وبعدها نحل مسألة ويبقى خلاص الفصل ده انتهى. سؤالي، هو الملف بتاع الموتور ده مش جزء في دائرة مغلقة؟ حلو، وهو بيدور في مجال مغناطيسي، فبالتالي هيقطع خطوط الفيض، يبقى ده علاقة الدينامو، ده علاقة الموتور، ده علاقة الموتور بالحس. ليه حطينا الموتور في آخر الحس كده؟ عشان الحتة دي بقى، مش الموتور دايرته مغلقة والملف بيدور في المجال، قوم على طول على طول هيتولد في الملف قوة دفع قهربية مستحسة ايه؟ عكسية. القوة دفع قهربية المستحسة العكسية دي هي دي بقى اللي هتعمل على انتظام سرعة الدوران بتاعته. طب ازاي؟ يلا بنفهمها كده كده واحدة. طيب انا عشان يا جماعة افهم ايه هو دور القوة دفع قهربية المستحسة العكسية هقول لحضراتكم نقطة. هو في ملف الموتور فيه كم تيار؟ في تيارين، تيار البطارية والتيار العكسي، والتيار العكسي مش طيران عكس بعض، يبقى المحصلة بالطرح، عشان كده هيديلك تيار المحرك. يبقى تيار المحرك بيساوي التيار بتاع البطارية ناقص التيار المستحس العكسي. طب فرضا ان سرعة دوران الموتور مالت للزيادة، يبقى التيار المستحس العكسي هيزيد ولا هيقل؟ طبعا هيزيد. طب ده لما يزيد المقدار ده هو كله مش الفي بتاع البطاريه كونست، على طول هتلاقي تيار المحرك قل. تاني، لو انت جيت على ملف الموتور وزودته بايديك حركته جامد، معدل حرق او معدل قطع الملف لخطوط الفيض هيزيد، يبقى تيار المستحس هيزيد. وعايز انا تيار البطاريه ثابت يبقى تيار المحرك هيقل. يبقى لو انت رحت محركه غصب عنه بايديك كده ما تقلقش، هو هترجع تاني سرعته تتناقص ويعود سرعته كما كانت في الحاله الاولى. ليه؟ لانه عندما تميل سرعه الدوران للزياده، انا بقولها تاني اهو نكتبها يا جماعه، مهمه جدا مهمه جدا. دور التيار المستحس العكسي في انتظام سرعه الدوران ايه؟ اهو عندما تميل سرعه الدوران للزياده على طول ايه اللي بيحصل بقى؟ على طول التيار المستحس هيزيد، ولو التيار المستحس زاد طبعا معدل قطع الفيض هيزيد، فبالتالي يبقى الدلتا فاي ام على الدلتا تي معدل التغير في الفيض هيزيد، وبالتالي تيار البطاريه ثابت، الاي بتاع البطاريه او اي بطاريه ثابت، يبقى الاي المحرك على طول هتقل، يبقى تيار المحرك على طول هيقل، فسرعة الدوران تعود كما كانت، ده لو انت زودتها بغصب عنها. طيب لو انت قللت الملف سرعة دوران الملف غصب عنه برضو، يعني عندما تميل سرعة الدوران للنقصان، عندما تميل سرعة الدوران للنقصان ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل يا جماعة ان على طول على طول التيار المستحس هيقل. ليه؟ لأن التغير في الفيض هيقل، ولما التيار المستحس يقل العكس يقل. تيار البطارية بقى مش ثابت، الآي بتاع البطارية ثابت،
قوم اوتوماتيك على طول هنلاقي طالما ده قل، طالما التيار المستحث العكسي قل على طول تيار المحرك هيزيد. يبقى لو انت قللت السرعه بتاعت دوران الملف بتاع الموتور ما تقلقش، تيار المحرك التيار اللي بيحرك الموتور هيزيد تاني وهيرجع السرعه كما كانت. يبقى التيار المستحث العكسي ها بيحاول ان لو السرعه زادت يقللها ولو السرعه قلت يزودها. يبقى هيعمل ايه؟ هيعمل على انتظام سرعه دوران ملف الموتور. وطبعا يا جماعه لو انا عايز ازود كفاءه الموتور على الدوران هستخدم عده ملفات تحصر بينها زوايا صغيره، فبالتالي هيفضل يدور ويتاثر بعزم ازدواج ثابت عند القيمه العظمى. اه يبقى دايما دايما لو انا عايز ازود قدره الموتور على الدوران هقسم المقاوم المعدني طبعا دايما لعدد من القطع ضعف عدد الملفات، لان انا هزود عدد الملفات. طب عدد الملفات يبقى بدل ما هستخدم ملف هستخدم اتنين، طب هستخدم تلاته، طب هستخدم اربعه. كل ما زودت عدد الملفات دايما دايما هتلاقي عزم الازدواج اللي بيتاثر بيه الملف دايما هيفضل ثابت تقريبا، وبالتالي هتزود سرعته او هتزود كفاءته وقدرته على الدوران. فهمنا ايه هو دور التيار المستحث العكسي؟ فهمنا ازاي بزود قدره الموتور على الدوران؟ طيب وهو قانون وحيد بنستخدمه، الاي بيساوي في للمصدر ناقص الاي ام اف المستحث العكسيه واسم على المقاومه، لان الفي بتاع المصدر ناقص الاي ام اف المستحث العكسيه دي القوه دفع الكهربائيه الكليه اللي بتحركه. تمام؟ نختم بالمساله. ملف او يتحرك محرك كهربي بمصدر قوته الدفع الكهربيه 20 فولت، عايز اجيب شريط التيار المرفي المحرك، عايز اجيب اي محرك يعني. اذا كانت القوه دفع الكهربائيه المستحثه العكسيه 80 فولت وكان عدد لفات الملف 5 اوم. الموضوع بكل بساطه اقول كده، الاي بيساوي الفي بي اللي هي بتاعت المصدر ناقص الاي ام اف المستحثه العكسيه واقسم على المقاومه. هو قال لك التيار بتاع المحرك بكام؟ تيار المحرك ب انا عايز اجيبه. طب القوه الدفع الكهربائيه بتاعت المصدر 20، طب القوه 120، طب القوه الدفع الكهربائيه المستحثه العكسيه 80. يبقى اقول له كده، يبقى اقول 120 ناقص 80 واقسم على المقاومه ار اللي هي بكام؟ المقاومه ار اللي هي بخمسه. اجيب شريط التيار على طول تطلع شريط التيار ب 8 امبير. يبقى ده اسمه تيار المحرك، ده القانون الوحيد اللي موجود عندنا في المحرك. طيب بالمنظر ده نبقى احنا خلصنا خلاص المحرك او الموتور، فهمنا ايه هو الاساس العلمي بتاعه، فهمنا شرح العمل، عرفنا سؤالين مهمين جدا يروح يقول لك ايه؟ تزداد قدره الموتور على الدوران بزياده عدد الملفات، طبعا ساعتها لانه بيتاثر بعزم دوران ثابت فده بيزود من قدرته. طيب فهمنا ايه هو دور التيار المستحث العكسي في الموتور، ده مهمه جدا. فائدته ايه؟ بيعمل على انتظام سرعه دوران ملف الموتور. طبعا اخدناه في حالتين لما تزيد سرعه الدوران او تقل. طب ممكن اقول لكم على نقطه كمان؟ طيب لو الفرق ما بين التيارين فضل ثابت، يعني ايه الفرق بين التيارين فضل ثابت؟ ما هو هنا في حاله ثالثه ممكن نضيفها برضو. يبقى عندما تعمل سرعه الدوران لزياده او النقصان نضيف بقى النقطه ديت، ولو ثبت الفارق بين التيارين. لو ثبت الفارق بين التيارين، عارفين ايه اللي هيحصل؟ تيار المحرك هيثبت، تيار المحرك هيثبت، هيبقى كونست. وعلى طول لما تيار المحرك هيثبت يا جماعه، لما تيار المحرك هيثبت هيدور الملف بسرعه منتظمه. اهو هيثبت وهيدور الملف بسرعه منتظمه. يبقى احنا دلوقتي عرفنا اثر التيار المستحث العكسي على انتظام سرعه الدوران، واخدنا القانون بتاع الموتور، وهي مساله بتيجي عليه بالطريقه اللي احنا شرحناها كده. يبقى الموتور خلص، المحول خلص كده، الفصل الثالث كله انتهى، وهو فصل الحس الكهرومغناطيسي. ان شاء الله باذن الله الحلقه الجايه هنبدا في الفصل الرابع. طبعا الناس كتير منتظره هي دوائر التيار المتردد. اه الفصل ده جديد سهل، بس في نقط كده لازم تتفهم، لو ما اتفهمتش وتحفظت لا الموضوع مش هينفع، ده ان شاء الله اللي هناخده في فصل دوائر التيار المتردد.
والمنظر ده نبقى احنا وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده من الحس الكهرومغناطيسي من الفصل كله خلاص. ان شاء الله باذن الله نلتقي الحلقه الجايه لما هنتكلم على دوائر التيار المتردد، والى اللقاء في حلقه قادمه بمشيئه الرحمن، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.